أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بارك الله فيكم. أخونا حسان تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون منذر إظهار الذات بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فخم الراء فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به نعم شيخنا أعد أعد من قوله تبصرة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الحقير راقق الحقير وفرعون عليه من الله اللعنة
وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد منيب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد أعد الآية السابقة أعد يقرأ الآخر يقرأ الآخر حتى يرجع مرة أخرى أخونا محمود تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمعني يا شيخ تفضل عليكم السلام ورحمة الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان وليس التاء مش الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله القلقلة معتد مريب مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر نعم شكرا نتوقف لأنه قد رجع حسان الآن جزاك الله خير نعم جزاك أستمع شيخنا أين انقطع الصوت اقرأ في قول ربنا تبارك وتعالى مناع للخير معتد مريب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مناع للخير معتد منيب منيب كيف منيب كيف يكون معتد يطلع يكون منيب أستغفر الله مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد انت شيخنا
أحسنت بارك الله فيك. آمين وفيك بارك الله. معي يا أخو عدنان. يقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما هو المزيد؟ ما هو المزيد هنا؟ ما هو المزيد في هذه الآية؟ رؤية الله عز وجل. نعم نعم والد جزاك الله خير. هو النظر لوجه الله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر لوجه الله. جعل الله وإياكم من أهل هذا الفريق. نعم أكمل. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون راقق الفاء. فاصبر على ما يقولون. ليست فاء. فاصبر. لا ليست فاء. يا فارس. فاصبر. نعم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح الفاخم الغين المعجم والراء المهملة وقبل الغروب. نعم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. راقق الباء وأدبار السجود. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير.
نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن بجباء وليس ضاء باء نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات أعد والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء هذه الأقسام هنا هذه الأقسام التي أقسم الباري عز وجل بها الذاريات الحاملات الجاريات المقسمات ما هذا النوع في القسم ما هذه الأشياء التي أقسم بها هنا والذاريات ذروة أقسم الله بالرياح التي تذرو وتثير التراب فالحاملات وقرا هذا قسم بالسحب الموقرة المثقلة بالماء فالجاريات وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام اللي هي السفن فالجاريات يسرى التي تجري في البحار يسرا وسهولة ثم أقسم بالملائكة فالمقسمات أمرا الملائكة التي تقسم أمر الله في خلقه تبارك وتعالى إذن هنا جمع ربنا عز وجل أربعة أنواع من القسم الريح السحاب السفن والملائكة بينما هناك والنازعات غرقا سيأتي معنا في ختام ختمتنا هذا إن شاء الله في جزء النبأ كل هذه الملائكة النازعات التي تنزع أرواح الكفار وتغرق فيها والملائكة التي تنزع الناشطات نشطة بيسر وسهولة إلى غير ذلك طيب والمرسلات عرفا حتى نجمع لكل هذه الأقسام والعاصفات عصفة إلى غير ذلك فهنا المقصود هنا والمرسلات عرفة هذه اللي هي الريح أقسم الله عز وجل هنا في هذه الآيات المرسلات عرفة اللي هي الريح عرفا يعني متتابعة فالعاصفات عصفة أيضا الريح الشديدة الهبوب والناشرات نشرة هذه الملائكة الموكلين بالسحاب يسوقونه حيث يشاء ربنا عز وجل ولذلك صوت الرعد إنما هو صوت ملك يسوق السحاب بمخراقه فالفارقات فرقة هذه الملائكة التي تنزل بالأمر من الله عز وجل فيفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام فالملقيات ذكرى هذه الملائكة التي تتلقى الوحي من عند الله وتنزل به على الأنبياء أكمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون
آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم هذا نظير قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناهم ينفقون. فهنا مدحهم الله عز وجل بقلة نوم، والحمد لله نحن الآن يعني في ندخل في الشتاء، تجدون كما قال ابن مسعود إذا دخل الشتاء عليكم الغنيمة الباردة قصر النهار فصوموا وطال الليل فقوموا، فتجد بينك الآن وبين بعد العشاء 8 ساعات و45 دقيقة إلى الفجر. حتى قال لي أحد الناس اليوم يقول ذهب أهلي إلى النزهة خارج المدينة التي أسكن فيها، قال وأستيقظ وأنام وأستيقظ وأنام وما زال الفجر لم يبزغ. ففرصة الآن للشباب وللنساء وللرجال بدلا من أن يضيعوا الأوقات في ما لا ينفع ولا يليق أن تعمر هذه الأوقات بقيام الليل، ولا سيما الآن إحنا بيننا وبين الفجر من بعد العشاء أكثر من 8 ساعات و45 دقيقة، والنبي كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فيعمر الليل بالذكر بالتلاوة بالقرآن بما ينتفع به الإنسان. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين. في سورة المعارج وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهنا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فقال أهل العلم في سورة المعارج الزكاة وهنا الصدقة. نعم أحسن الله إليكم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. في صرة يعني في صوت فصكت وجهها يعني لطمت وجهها من المفاجأة. نعم. أقرأ شيخنا. خذ الإذن من الوالد. تفضل تفضل الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قلقل الطاء خطب جد. قال فما خطبكم أيها المرسلون. الطادي مش عجباني خالص. خاطئ. اديها كده استعلاء وإطباق وتفخيم.
قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين أرسل أظهر لام الفعل قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين من طين لنرسل عليهم حجارة من طين لا من طين تمام ممتاز مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم في اليم نعم غن الميم المثقلة في اليم فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم الريح اللي ما فيها منفع لأن الريح لواقح لكن هذه ريح عقيم لا فائدة فيها لا لزرع ولا لغيث إنما فيها العذاب تدمر كل شيء بأمر ربها نعم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين قوما إخفاء حقيقي قوما ف إنهم كانوا قوما فاسقين لا 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 ده إظهار مش قوما لا قوما ف إخفاء إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون يعني بقوة وداود ذا الأيد يعني القوة والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين نذير تفخيم الراء نذير إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما ك
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم لا 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 أتواصوا به أتواصوا به بل هم قوم طاغون لا لا بل هم قوم طاغون أتواصوا به بل هم لا لا قوم لا, 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 لا ما هي أتواصوا ما في يعني ما في مد و ما في مد لازم هنا كلمة عادية أتواصوا به أتواصوا به نعم أتواصوا به بل هم قوم طاغون أتواصوا به يعني إيش معنى أتواصوا به يعني هل إن هم كل واحد غشش الثاني الكلام ده يعني وصوا بعض به هذا معنى لما تروح لمجموعة من الناس يسألهم تلقى نفس الكلام واحد في القضية هذه هذا نقول إيش تواصوا بالأمر يعني لقن بعضهم بعضا اتفقوا على تواطؤوا عليه وتواصوا به نعم نعم أتواصوا به بل هم قوم طاغون نعم فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا أسلوب الحصر والقصر والاختصاص إن الله عز وجل هذه الجملة المنفية الاستثنائية الناقصة معناها حصر وقصر واختصاص يعني وظيفتنا في هذه الدنيا عبادة ربنا ما سألك لا من رزق ولا من طعام اعبده كما أمرك يرزقك كما وعدك نعم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ذو إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فإن للذين راقق اللام تاني كده معلش يا اخوان فإن للذين ظلموا تفخيم الظاء وترقيق اللام جزاك الله فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون الذنوب يعني الذنوب اللي هو الجردل السطل الوعاء نعم فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور لا لا والطور وكتاب مسطور في رق منشور الرق العبودية أما فتح الراء المهملة في رق يعني في لوح في ورق مكتوب نعم في رق منشور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع متقد بالماء يعني المسجور إن عذاب ربك لواقع طيب البحر المسجور الأول نصلح الغلطة دي والبحر المسجور والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع
لواقع لواقع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع ما في شيء يمنعه الله أكبر أيوة. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فخم وتسير 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 الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يدفعون إليها دفعا كده من النكال يدعون إليها كده يدفعون إليها كده بعنف ومهانة ومذلة عافانا الله وإياكم هذه النار التي كنتم لا 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 فخم الراء فخم الراء هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أن أفسحر تفخيم الراء أفسحر أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون لا تبصرون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا فاصبروا أو لا تصبروا اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرية تو فاعل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان لا لا لا, لا. ذرية تو فاعل ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا ظر للذال هذه واتبعتهم ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم يقول لك سبحان الله إذا دخلت الأسرة الواحدة الجنة يعني مثلا أنا وإنت وأبويا وأبوك وكذا وكان أحدهم في منزلة أعلى من الآخر فإن الله تكرما يلحق الجميع ببعض يلم الشمل يعني يلم الشمل كلهم لتكتمل قرة العين وفي قراءة
والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان. لو عنده أكثر من زوجة يعني وكذا. ألحقنا بهم ذرياتهم. الله أكبر. من حتى تقر العيون ويجتمعون جميعا. طبعا انك مش هتلقى بقى مشاكل الضرائر هذه وتقول لك مش عارف طبينتي وسويت لي وعمل لا لا. ونزعنا ما في قلوبهم من غل. خلاص ما في غل. اخوانا على سرر متقابلين. لا يرى احدهم قفا صاحبه لتكتمل النعمة. ما في حد يدي ظهره للثاني. كله فيس تو فيس. يواجه بعضهم بعضا. اقرأ يا حودة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. ذريتهم ذريتهم نعم. ده فاعل. ده احنا وقفنا الوقفة دي مخصوص عشان نبين الفاعل والمفعول به. تفضل. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. تفضل. وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون فيها كأسا لا. كأسا لا إدغام بدون غنة. كأسا لا. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. أحسنت. بارك الله فيك وإياكم. هنا في قول ربنا تبارك وتعالى لما قال يتنازعون هنا ليس من النزاع والمنازعة، لا، هنا بمعنى التعاطي، يعني يتعاطون في الجنة كأسا من الخمر يناول أحدهم صاحبه، وهذا الشراب مخالف لخمر الدنيا، لا فيها غول ولهم عنها ينزفون، الذي يغتال العقول ويحصل بسببه المقتلة والمفسدة. لا، هذا خمر ما فيه هذه الخبائث ليتم لهم فيها سرورهم. نعم تفضل. ويطوف عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يتساءلون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين.
فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هنا هذه الآيات كانت تقرأها أسماء رضي الله عنها وأرضاها كما عند البخاري في قيام ليلها وتبكي ويتردد إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني كنا خائفين نخاف الله عز وجل، نخاف عذابه، مشفقين من عذابه وعقابه يوم القيامة. فكان من خاف في الدنيا آمن في الآخرة، فكان الجزاء من جنس العمل. فمن الله علينا تكرما، هدانا وفقنا ووقانا عذاب السموم، حرها ونارها وشدتها. روى الإمام مسلم الإمام أحمد الترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إن ضرس الكافر في النار، أو قال إن ناب الكافر في النار أكبر من أحد، من جبل أحد، وإن غلظ جلده مسيرة 3 أيام، وفي رواية وإن غلظ جلده 70 ذراعا، وفي رواية 40 ذراعا، وفي رواية 42 ذراعا بذراع الجبار. قيل الجبار من أهل اليمن، أو قيل الجبار صفة الله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وإنما بين منكبيه ما بين المشرق والمغرب، قيل مسيرة 3. كل هذا قال النووي رحمه الله ليذوق العذاب والوبال والنكال. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا ليذوقوا العذاب. فالله عز وجل جعل هذا الجسد للكافر في يوم القيامة، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، عز وجل هو الذي خلقهم وهو بهم أعلم تبارك وتعالى، وهو على كل شيء قدير عز وجل. فقال ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. ثم إنا كنا من قبل ندعوه، نتوجه إليه، نتضرع إليه في قيام ليلنا وفي صيومنا وفي فطرنا وفي كل وقت وحين، أن يقينا هذا العذاب وهذا السموم، وأن يوصلنا إلى النعيم المقيم. فاستجاب الله دعاءنا وأعطانا سؤلنا ونوالنا، إنه هو البر الرحيم. فمن بره ورحمته نجانا من سخطه والنار، وأدخلنا رضاه والجنان. جعل الله وإياكم من هؤلاء يا رب العالمين. وهذا من فوائده أنه يجوز للإنسان أن يقوم الليل بآية أو بآيتين: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كما عند البخاري. ظل يرددها النبي عليه الصلاة والسلام في قيام كل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا من عظيم التدبر أحمد بن أبي الحواري على ما فيه من مؤاخذات في عقيدته، لكن يقول تلميذه: خرجت من عنده بعد العشاء وهو صاف قدميه، ورجعت إليه قبل الفجر وما زال يردد: إياك نعبد وإياك نستعين ونبكي. يردد: إياك نعبد وإياك نستعين ونبكي ويبكي، إياك نعبد وإياك نادي. هذه إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وقال أهل العلم إن الله جمع القرآن في الفاتحة، وجمع الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فبدأ بحقه تبارك وتعالى في إفراده بالعبادة. فمن عبده حق عبادته أعانه حق عونه. نعم أكمل. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن. لا تهمس. تفضل. فذكر
فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. هذه الصاد الصاد المتربصي صي هذه الصاد مفخمة حرف استعلاء وإطلاق وتفخيم وفيه الصفير صاد. تفضل. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أعد. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن تفخيم تفخيم خاء خاء أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا أعد أعد أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون بالسين نحن نقرأ بقصر المد المنفصل نعم أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون طبعا في قراءة من طريق الشاطبية توسط المنفصل فيها الوجهان الصاد والسين والوجه المقدم عند الشاطبي هو وجه الصاد ووجه الصاد أما هنا طريق واحد السين المسيطر أعد وفخم الطاء أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون
أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ما تهمس المكيدو تفضل الهمس الكاف شيخنا لا لا في الدال ما تهمس ابدا ولا التاء لا تخرج نفس فيها هذا فيه جهر دو ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن لا عذابا إخفاء حقيقي عذابا دون ذلك وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا إثبات العين لله على ما يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم مسبح وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم صلي صلاة الليل يعني أيوة بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لا 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 إن هو إلا وحي يوحى إدغام بغنة نعم هذه الوحي عندك مرفوعة وحي يو خذ منها التنوين بالضم ودخله في التنوين بالياء دخله في الياء المثقلة وحي يوحى الياء المثنى المخفف التحتانية تفضل إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة علمه شديد القوى علمه شديد القوى النبي عليه الصلاة والسلام وشديد القوة اللي هو مالك يعني صفاته قوته شديدة اللي هو جبرائيل نعم ومنظره حسن ذو مرة فاستوى يعني ذو منظر حسن وهذه السورة سورة المعراج ترد على من ينكر المعراج وسورة الإسراء هي سورة الإسراء نعم اقرأ ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
دنا جبريل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان مقدار دنوه قوسين أو أقرب من ذلك بعدما أتاه على صورته الحقيقية التي خلقه الله عز وجل عليها 600 جناح، كل جناح يسد الأفق، نفس الصورة التي أتاه فيها في غار حراء في ليلة القدر في أول مبعثه عليه الصلاة والسلام، ونزل بخمس آيات الأول من سورة العلق. نعم. فأوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى الله إلى عبده صلى الله عليه وسلم ما أوحى بواسطة جبرائيل. نعم. ما كذب الفؤاد ما رأى. ما كذب قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه بصره عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج، فكانت رحلة المعراج بالروح والجسد يقظة لا مناما، كما حررنا ذلك باستفاضة في شرح سير أعلام النبلاء، باب ما جاء في ذكر المعراج. نعم. أفتمارونه على ما يرى. لابد نتمرن على عدم الهمس هذه، ارفع لسانك لأعلى حتى لا يجري النفس. أفتمارونه، أريدك دائما تقرر كلمة تا 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 وانت رافع لسانك لأعلى حتى لا يهمس، إلا إذا سكن مهموسها فحثه شخص ساكن. تفضل. أفتمارونه على ما يرى، يعني تكذبونه. لما رجع النبي إلى عليه الصلاة والسلام قريش أخذت تكذبه، هذا هو المراء، تكذبونه وتجادلونه على ما رآه وشاهده من هذه الآيات العظيمة. نعم. ولقد رآه نزلة أخرى، يعني ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل مرة أخرى. نعم. عند سدرة المنتهى. السدرة اللي هو نبات النبق، هذا هو السدرة. نعم. وهي في السماء السابعة، ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض، أوراقها كأذان الفيلة وثمارها مثل قلل هجر. نعم. وتتغشاها الأنوار والأشياء العجيبة، فينتهي إليها ما يعرج به من الأرض وينتهي إليها ما يهبط به من فوقها، عندها جنة المأوى، نسأل الله يجعلنا من أهلها، التي وعد الله بها عباده المتقين. نعم. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. الله، شو انظر، الله ثبت نبيه عليه الصلاة والسلام، فالزوغان هو أن تنظر يمينا وشمالا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا هو الزوغان، أن الإنسان يظل ببصره ينظر يمنة ويسرى. والطغيان تجاوز الحد، وأنه لما طغى الماء حملناكم في، يعني تجاوز الحد، فلم النبي عليه الصلاة والسلام ثبته الله فحفظ بصره الشريف من أن ينظر، يعني ما جلس يلتفت يمين ويسار لما رأى هذه المناظر. الإنسان لما يدخل مكان كده فيه بهرجة وفيه بنيان وفيه أنوار تجده يتأمل يمين يسار، ينظر يمين يسار ويستشرف ببصره ما أبعد من حدود بصره، هذا يسمى طغيان البصر. النبي لا، كان متأدبا ثابتا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فما مال بصره لا يمنة ولا شمالا، ولا جاوز ما أمر برؤيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع ما رأى من الآيات الكبار العظام. نعم. وهذا من فوائده، إن كنت ضيفا في مكان فكن هكذا، لا تزغ ببصرك ولا تطغى، واجعل نظرك محل مكانك. نعم. لقد رأى من آيات رب،
لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى جائرة الضيز الضاد والياء المثنى والزاي المعجمة معناها الجائر يعني أنتم تصفون وتنسبون البنات وجعلوا الملكة الذين هم عباد الرحمن إناثا لله عز وجل وأنتم تريدون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم هذا تلك إذن قسمة ضيزة قسمة جائرة وهي أسماء أنتم اخترعتموها ما أنزل الله بها من سلطان نعم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ظا 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 إلا الظن إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى أحسنت جزاك الله خيرا فلله الآخرة والأولى له الدنيا والآخرة تبارك وتعالى السلام عليكم نقرا شيخنا تفضل بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن لا بالغت في الوقف على المثقل هي حركتان فقط إلا الظن إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وهذه فيها
وهذه فيها توجيه للدعاة إلى الله عز وجل. لا تدخل في الجدال، لا تدخل في الجدال، لما كان بالأمس حراما فجعله الناس اليوم حلالا فتقعد تجادل، لا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحاجة. وهنا كلمة ذكرنا نكرة مضافة تعم القرآن والسنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. هنا عليك أن تعرض وأن تبتعد عن هذا وتترك هذا. والله عز وجل وضح أن ما هم عليه من هذا الجدال ومن هذا السفة هذا هو مبلغهم من إيش؟ من العلم، وهذا هو منتهى علمهم وغايتهم، هذا الجدال وهذا السفة. وربنا عز وجل أعلم بمن ضل وحاد عن الطريق، وأعلم بمن اهتدى وسلك الطريق. وهذا فيه لمن له قلب أو ألقى السمع وشد إنذار شديد للعصاة المعرضين عن العمل بالكتاب والسنة، الذين يؤثرون هوى النفس على مراد الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي يقول حديث ابن عمر عند الطبراني وفي السلسلة الصحيحة وعند المنذري، قال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه. نعم، جزاك الله خير. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذه الآية مهمة جدا، فيها لطيفة أصولية، وهو عطف الخاص على العام. الذين يبتعدون عن كبائر الإثم والفواحش. الفاحشة منها ما هو الفواحش، هذه أيضا من الذنوب الكبيرة، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لماذا عطف الخاص على العام؟ كبائر الإثم، الكبائر كثيرة والفواحش جزء منها، عطفها لبيان عظم التفحش، والنبي لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لكي يعلم عظم هذه الفواحش وأنها من أسباب البواري والدمار. نعم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. هذه نزلت الآيات، نزلت في الوليد بن المغيرة. أفرأيت الذي تولى، هنا رأى بمعنى علم، هنا رأى بمعنى علم، يعني أفرأيت هذا الذي تولى، لما سمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وجلس إليه وقال أفرأت يا أبا الوليد ووعظه، فهم أن يدخل في الإسلام فعاتبه المشركون وقالوا له أتترك ملة آباء، حتى تعلم الصحبة السيئة وين تودي، ارجع إلى دينك واثبت عليه ونحن نتحمل عنك كل شيء تخافه في الآخرة. انظر إلى هذا السفة وقلة العقل، قالوا انت احنا نتحمل عنك العذاب وكل شيء، لكن على أن تعطينا كذا وكذا من المال. وكان
بعد أن كان هذا عتل بعد ذلك زني ملحق بهم وليس من أنسابهم، وربنا عز وجل وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقهم صعودا إلى آخر الآيات. فهنا وافق الوليد على ذلك لسفهه وقلة عقله أيضا فرجع عن الإسلام، فأنزل الله في هذه الآيات. وهنا أفرأيت هذه همزة، الهمزة هذه للاستفهام، الغرض منه التعجب، الغرض منه التعجب. ولذلك أيها الكرام الفضل الإنسان عليه أن يبتعد عن أصحاب السوء الذين لا يريدون به إلا شرا، لأن الوليد لما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليه من أوائل سورة فصلت قرابة 13 آية، قال ففغر فاه وقال إنه إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق ويعلو ولا يعلى عليه، فما زالوا به حتى غير الكلام فيه وقالوا سحرك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الآية وفيها مسائل كثيرة أصولية تترتب عليها، كما نراه نحن الآن مثلا في مسألة قراءة القرآن على الميت إلى غير ذلك. استدل من حضر هذا بهذه الآية أنه ليس له إلا ما سعى، وأنه لا يؤتى بعبادات للميت إلا ما دل فيها الدليل. حديث أبي هريرة في الصحيح، إذا مات ابن آدم انقطع عمره إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه الذي فيه سبع يجري العبد أدرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما وكرى نهرا وحفر بئرا وغرس نخلا وبنى مسجدا ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له. هو حديث حسن لغيره كما قال الشيخ الألباني وذكره أخرجه البزار وابن حبان وغيرهم رحمة الله على الجميع. فيبقى على ما ورد به الدليل. وفي الصحيح لما قال حج عن أبيك واعتمري، حديث سعد بن عبادة عند الترمذي وغيره: إن أمي افتلتت ولو كانت حية لأوصت وأنا غيب، يعني ماتت وأنا ماني موجود، فقال اسقي لها الماء، إن خير ما تصدقت به سقي الماء. فيبقى على ما ورد فيه الدليل والنص. نعم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى من نطفة إذا تمنى، يعني نطفة تصب في الرحم. ومن هنا ما يسمى بسيمنز بانك أو ما يسمى ببنك النطف، كما تقرؤون أن الإنسان قبل ما يموت أو المرأة يذهب ويضعون نطفهم وتحفظ لهم إلى غير ذلك، وبعد إذا مات أحدهما لقح بعد موته. هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا اللي ما يسمى سيمنز بانك أو بنك النطف. هذه من نطفة إذا تمنى، يعني من نطفة تصب في الرحم، ولا يكون ذلك إلا في حياتهما معا. أما بعد أن يموت أحدهم
فيقول لك احنا محتفظين له بالنطف ثم تدخل في رحم المرأة الى غير ذلك، هذا كله حرام ولا يجوز. نعم. وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. الشعرى معروف، نجم، نجم مضيء، كان بعض الجاهليين يعبدونه، فقال لهم وأنه هو رب الشعرى تبارك وتعالى، هو الذي خلقه. نعم. وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. هذا القوم لوط عافانا الله وإياكم ومن يدعون الآن إلى الشذوذ، نسأل الله السلامة والعافية. هذه مدائن قوم لوط، وقال رب العزيز فجعلنا عاليها سافلها، هذا معنى أهوى يعني أبسايد داون، يعني جعل عاليها سافلها فغشاها ما غشا، نكرة لتدل على عظم الأمر، فيعني ألبسها من الحجارة سبحان الله، يعني جعل عاليها سافلها وأغرقها بهذه الحجارة. نعم. فبأي آلاء ربك، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. المصطفى هذا عليه الصلاة والسلام، هذا نذير، هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، هذا أرسله الله عز وجل نذير بالحق كما أنذر الأنبياء، قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني هذا قل ما كنت بدعا من، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من قبله من بعده. نعم. أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أزف الشيء بمعنى أزف الترحل، وإن ركابنا لما تزل قد، يعني أزف الشيء يعني اقترب، والآزفة من أسماء القيامة، والنبي يقول بعثت أنا والقيامة كهتين، وشب وقرن بين السبابة والتي تليها، وكان إرساله من علامات الساعة. وليس لها يعني القيامة من دون الله أحد يكشفها ولا يطلع عليها. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك عن الساعة أيان مرسها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. نعم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. سمد القوم، سمد القوم يعني لها، سمد القوم يعني وأنتم لاهون، كما ترى من الملاحدة يعمل لك بث ويسخر من القرآن، نفس سبحان الله، نفس الخطاب تماما يعجبون ويقول لك هذا ليس وكتبه النبي، ويفترون نفس افتراءات الجاهلية الأولى، ويسوون طقطقة ويضحكون وأنتم سامدون، يعني وأنتم له. نعم. فاسجدوا لله واعبدوا. هذه هنا سجدة تلاوة. الله أكبر. نعم. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. يعني من أخبار الأمم التي قبلهم،
إذا نظروا شمالا وجدوا ديار ثمود وما أصابها، وإذا نظروا جنوبا في اليمن وجدوا الأحقاف. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، وإذا نظروا تلقاء مدين وما حولها وجدوا قوم شعيب يعني يحيط بها بالجزيرة العربية. كل هذه الأمم التي كذبت وماذا فعل بها؟ ألا يكون ذلك لهم زاجرا ورادعا؟ نعم، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. شيء فظيع، شيء فظيع اللي هو يوم القيامة. فتولى عنهم، وقف لازم هنا، تولى عنهم يا أيها النبي، وانتظر بهم يوما عظيما يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، شيء فظيع. نعم، هذا الشيء الفظيع ما هي صفاتهم؟ انظر الآن، خش عن أبصار، تفضل. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. اظهر اللام القمرية، من ال خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير، يوم شديد. طيب الآن نحن نريد القارعة من قامت يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. طيب، وهنا جراد منتشر، كيف يجمع بينهما؟ هنا صورهم ربنا كأنهم جراد منتشر، هناك قال القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتعرفون الفراش ما يكون، يعني تعرفون الفراش هذا الهوام هذه التي هي تحرق نفسها. تفضل، كيف نجمع بين الأمرين والوجهين؟ وكلاهما في القيامة. نعم، انتهينا شيخنا الحزم. نعم، أحسنت. فهنا يقولون، يعني أهل التفسير يقول أول ما يخرجون من القبور يكون مثل الفراش المبثوث، ما يعرفون أين يذهبون، ثم بعد ذلك يصبحون كالجراد. تعرفون الجراد إذا خرج يخرج منظم، الجراد إذا خرج يخرج منظم، بعد كده يساقون هؤلاء كالجراد المنتشر لكنهم منظمون إلى أرض المحشر، إلى أرض المحشر. نعم، تفضلوا. بس عرفنا بنفسك، الله يسلمك. يا مستر لولي، عرفنا بنفسك لو تكرمت. يا شباب اللي أيوة اللي قرأ قبل قليل، من هو الاسم؟ من هو بدل ما نحن نكتب هذه الألقاب؟ لا داعي منها هذه يا شباب. أبشر المشارشة. يا مرحبا، أحسنت، بارك الله. هذا الشيخ مشاري، مشاري الجهني، الله يرفع قدره، جزاك الله خير، بارك الله خير. وحيد القرن يعني انت الآن. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير. شكرا يا ابني، بارك الله فيك. هذا من طلابنا القدامى جزاه الله خير، وتخرج في دار الحديث، نسأل الله ينفع به ويجعله مبارك عليه. آمين، وياك الله يسخر خير. وكمل شيخنا؟ لا خلاص، حسبك، انتهى هنا الربع، يبدأ الوالد يوزع القراءة إن شاء الله. طيب طيب، الله يحفظك. هنا مشعل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني
المصير. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلون ناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة
في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر وأمر يعني قراءة مثقلة وأمر جزاكم الله شيخنا بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أحسن بارك أبو علاء. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي لأن الياء مثقلة فبأي الله يجزاك خير فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان رب المشرقين ورب المغربين
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. برزخ لا يبغيان. بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكم. هنا عندنا تثقيل، والتثقيل معناه حرف آخر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي يعني هذه شوية كذا. مثل ما يعني إياك نعبد وإياك نستعين، نفسها، لأن الياء هنا مثقلة. فبأي آلاء نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار اللي هي السفن، يعني الجوار هي السفن، وليست الجوار هي الجارية المرأة التي تشترى، يعني لا، الجوار هنا السفن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي ولا جان صحيح النفس راح ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينهما وبين حميم آن أعد يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى هذه ورشة عن نافع كده من إيس هنا نحقق الهمزة صحيح ولا ننقل حركتها الله يجزاك الله خير طيب متكئين على فرش بطائنها من استبرق والله لم تعود كده متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان يعني شديدة سواد التربة من خصوبتهما مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن لا تقلقل الثاء المثلثة القلقلة فقط في الطاء لم يط صحيح لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي لا ولا جان احنا قلنا النون المثقلة الفوقانية وصلا ووقفا حكمها الغنة صحيح لم يطمث قال وغن نونا وميما شددا نعم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أكمل ولا خلاص خلاص ما شاء الله 78 آية جزاكم الله خير بارك الله فيكم كتب الله أجركم متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان هذا طبعا متكئين على رفرف خضر اللي الوسائد يعني أغطيتها خضراء والعبقري نوع من الفرش اسمه العبقري نعم تفضل اكمله نعم دكتور رفاعي تحب تشارك؟
تفضل يا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. محمد خلاص، يلا يلا يا محمد اقرأ تفضل. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة. خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا. وبست الجبال بسا. فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون. في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سور موضونة. متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون. بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون. وحور عين. كأمثال اللؤلؤ المكنون. جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود. وطلح منضود. وظل ممدود. وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء. فجعلناهن أبكارا. عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب ترقيق وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. في سموم وحميم وظل من يحموم. لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. لآكلون من شجر من زقون.
حكوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ترقيق فظلتم لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون فظلتم تفكهون فظلتم تفكهون فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. طيب الآن هنا 30 آية توزعوها على أنفسكم وأنا أختم هذا الجزء إن شاء الله. تفضل الوالد يوزع التلاوة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تبغى تقرأ يا بروف؟ شيخنا أبو نايف، نستأذن الشيخ أبو نايف. آه يا شيخنا الشيخ، حبيبنا الشيخ. أنا صوتي اتنبح وأنا بقول يا دكتور يا دكتور. معلش ما كنتش موجود فعلا. الله يكرمك. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم إنه أشبع هاء الكناية إنه لا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لا يا بروف احنا احنا نقرأ بقصر المنفصل لا يمسه إلا تفضل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين النون كأنها مش موجودة كأن النون غير موجودة هذا إدغام كامل بدون غنة ميم في الراء على طول من رب العالمين جزاك الله خير تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم تفخيم الغين حاضر فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض لا الراء هنا ورققا راء سكنت قبلها الكسر أو ياء مزجلة بصير جزاك الله خير والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم
وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم رؤوف رحيم لا رؤوف رحيم إدغام إدغام وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا تفخيم الراء قيل جزاك الله خير قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وارتبتم قلقلة الباء أيوة ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير النار مرققة فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار لا الراء كلها مفخمة ولا من الذين كفروا مأواكم النار ولا من الأين فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير
بارك الله فيكم. نعم. الله يجزيكم خير يا عم الشيخ. أحسنتم. طيب. عندي أنا. طيب. أقرأنا. تفضل يا شيخ. من يريد أن يقرأ الآن؟ أنتم يا شيخ. تسمعوني يا شيخ؟ فضيلتكم يا شيخ تفضل. يلا ما حد بيقرأ تفضل. تفضل يا شيخ. طيب عندنا؟ طيب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق ورعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جزاك الله كل خير. الله يتقبل منا ومنكم أحباب الكرام، يجعلنا إياكم موفقين مسددين. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.